شوف احكي لك عن تجربه واقعيه مع المانيا. طيب المانيا اعطتنا 1.7 يورو بكفاله شركه هرمز للصادرات، هي شركه تامين. كان الاتفاق الاولي انه هذه الاموال تخصص لاعاده القطاع الصناعي في وزاره الصناعه لجميع شركاتها. بعدها الحكومه العراقيه بايام زمن دكتور عادل عبد المهدي غيرت القرض هذا الى قرض تشغيلي، تبحث ببناء صفين في مدرسه، شارع في قريه، جسر مجسر صغير على قنطره او جدول ماء، والى اخره من مشاريع بائسه. تم هجر هذه 1,700,000 يورو اللي هي كانت مخصصه في بدايه الامر لمنح العراق هذا المبلغ على اساس وزير الصناعه يطور شركات وزارة الصناعة بشراكة ألمانية. وبعدين من أن تم انفاقه سجل ديون، وهذه المشاريع ضربها الفساد، وجزء منها كان حقيقي وجزء منها بسيط، يجوز كان مو حقيقي، ولكن ترتبت أموال على العراق بهذا المبلغ. ولم تكن في مشاريع استثمارية تستطيع من هذه المشاريع تسترد هذا الاقتراض لألمانيا، وراح يسترد الاقتراض من إيرادات النفط. هذا الموضوع بعد ما يتكرر، أنا تكلمت ويا وزيرة الاقتصاد في ألمانيا في حين بعد ما تم إنفاقه وتغيير نوع القرض من قرض لصادرات صناعية لألمانيا للعراق إلى قرض لبناء وإعادة إعمار عن طريق صندوق المناطق المحررة من الإرهاب. فهي أصرت على أن الحكومة العراقية أجبروها على تخصيص هذه الأموال لهذه الأعمال، لكون أن المناطق المحررة تكون لها أولوية على كثير من القطاعات الأخرى. ولكن أكيد هم حسوا أن هذه المبالغ ضربها الفساد. فألمانيا اليوم من تريد تنطيك ما راح تنطيك مثل ما انطتك في السنوات السابقة. طيب راح تنطيك على أساس مشروع هي تصدره للعراق وهي تنفذه.